إلى قصة مكان وانتعاش كبير لسوق حفر الباطن للفقع أو ما يسمى بالكما، حيث أشعل الحركة الاقتصادية من خلال الإقبال المتزايد عليه من المتسوقين من مختلف مناطق المملكة وأيضا دول الخليج. نتابع هذا التقرير مع الزميل خالد الحميداني. في موسمه السنوي يزدحم سوق محافظة حفر الباطن خلال هذه الأيام بالمتسوقين من المواطنين وسكان دول الخليج لشراء الفقع والكما الذي تزخر به أرض المحافظة بعد هطول موسم الأمطار. سوق حفر الباطن من أقوى الأسواق بالمنطقة، إقبال ما شاء الله يعني من جميع دول الخليج، حركة اقتصادية طيبة للمحافظة، وأنا زائر أنت زي ما تشوفه، وما شاء الله شوف إقبال وفي فقع، يعني في زبيدي والكمة والرجاوي، من أقوى الأسواق بالمنطقة سوق حفر الباطن. نعم. وينمو نبات الفقع الفطري الذي يعد من ألذ الفطريات الصحراوية كبديل اللحوم الغني بالعناصر المهمة، حيث يعثر عليه بالقرب من نبات الرقروق أو ما يعرف لدى عامة الناس بالجريد، حيث يعيش مع تلك النبتة ويأخذ منها الماء والأملاح مقابل أن يستفيد نبات الرقروق من بعض العناصر المعدنية من الفقع والتي لا يجدها في التربة. اللي عندنا طال عمرك الزبيدي والخلاصي والفقع من الحفر والزباية الطيبة الحمد لله وعليه سحب، نحمد الله ونشكره، ومن كل دول الخليج قاعد تجير. واشتهر سوق حفر الباطن للفقع كونه نقطة توزيع رئيسية بالمملكة ودول الخليج بإقبال شديد خلال هذه الأيام بحسب توافد زوار المحافظة من جميع المناطق الذين يحرصون على الاستمتاع بتناوله أو إهداء لأقاربهم عند عودتهم لديارهم. لقناة السعودية خالد الحميداني، حفر الباطن. شكرا للزميل خالد الحميداني على هذا التقرير.